سمك مقلي بطريقه لذيذه جدا وسهله. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه فيليه قشر بياض على بعض وهو هنقطعه مع بعض، عندي هنا ليمون اضاليا، عندي شبت، بالنسبه للصوص عندي مايونيز وشبت وشويه من الانشوجه، عندي هنا دقيق بيكنج باودر، ملح وشويه دقيق هنا للتعفير، وعندي هنا شويه شعير بس ما يكونش بطعم عشان ما يبوظلناش الطعم. خلاص طيب تعالوا الاول نعمل الصوص كده مع بعض في السريع، مش هياخد مننا وقت. كل اللي عايزين نعمله بس ان احنا ايه نفرم الانشوجه بتاعتنا. نجيب الانشوجه وبالسكينه كده هنفرم الانشوجه، اصلا بتبقى شبه دايبه، فمجرد ان احنا نعمل كده اصغر حاجه نقدر عليها. ناخد الانشوجه بتاعتنا ننزل هنا اهو، وعليها ننزل بالمايونيز، بعد كده هننزل بالشبت، شويه من الفلفل الاسود، ونقطه من زيت الزيتون، نقطه بالظبط. بس هنقلب الكلام ده كله مع بعضه. كده عندنا الصوص بتاعنا جاهز، خليه كده على جنب. بس الزيت اخباره ايه؟ طبعا مع السمك الزيت بس بيبقى ما يبقاش سخن قوي عشان ياخد وقته. هننقل السمك نقطعه، السمك يا اما نخلي السماك لو بنشتريه نخليه يقطعه لنا صوابع تخينه، يا اما هوريكم دلوقتي هنقطعه مع بعض ازاي. هجيب الفيليه بتاعي اهو، وبفوط المطبخ ننشفه كده بس ايه على قد ما نقدر. حلو قوي. نجيب السكينه، هي فين؟ ايوه هناخد اهو، بص النص كده نفس الحكاية هنا. اهو هاخد كل واحدة من دي على اتنين، دي هتبقى طول شوية مش مشكلة. طيب ادي السمك عندي، هعمل ايه بقى؟ هاخد كده هعفره هنا في الدقيق كده، نزل الزوايد، هل نقدر نحط ميه مكان الشراب الشعير؟ نقدر نحط ميه مكان شراب الشعير، الفكره بس ان الحاجات دي اللي فيها اللي هو الغازات دي بتخلي زي ما بنقول كده بيبقى قاري، بيبقى فيه هواء في العجينه نفسها. اهو بس ده مجرد كده ايه للتعفير. هنحضر الباتر بتاعنا، بقولها كده، وهنزل بالدقيق، البيكنج باودر، الملح، واخيرا هنزل بشراب الشعير. لازم يبقى ساقع. ها مضرب كده
نقلب الكلام ده في بعضه كويس قوي. طيب خلصنا الميكس بتاعنا، بس ايه نروق كده نشتغل على نظافه. حاول كده دايما خطوه بخطوه ننظف ورانا، عشان على ما نخلص ما يبقاش ورانا ايه تنظيف كتير. طيب من هنا هناخد بقى الصوابع بتاعتنا دي، هنزل هنا بص اهو كلها ايه، ننزل كده الزوايد، حرك الزيت ونسيب.